بيبدأ الفيلم في حفلة كبيرة في منتجع سياحي في واحد من الجبال في إيطاليا، وبنكون مع فريق استخبارات تابع للمخابرات البريطانية، وبتبقى العميلة ستون موجودة مع زميلها بيلي في عربية المراقبة الخاصة بالفريق، وبتكون العميلة يانج والعميل باركر موجودين جوا المنتجع، وبتستغل ستون مهارتها وبتقدر تخترق الشبكة الأمنية الخاصة بالمنتجع علشان تضيف يانج وباركر للقائمة الخاصة بضيوف الحفلة، وبيكون هدف الفريق هو القبض على واحد من أكبر تجار السلاح في أوروبا، وبيكون اسمه فاني. وفجأة بتفقد ستون اتصالها بالشبكة الأمنية للمنتجع، فبتقرر ان هي تدخل للمنتجع علشان تقرب من قائد الأمن وتخترق تليفونه وتتصل بالشبكة من تاني علشان تقدر تكمل شغلها. فبتدخل ستون للمنتجع فعلا، وزمايلها بيوجهوها من خلال أجهزة الاتصال اللي بينهم لمكان قائد الأمن، وبتقرب ستون منه وبتقدر ان هي تخترق تليفونه. وبعدها يانج وباركر بيدخلوا الحفلة وبيحددوا مكان مولفاني، وبتقرب يانج من مولفاني علشان تنفذ دورها في خطة القبض عليه، لكن واحد من حراس مولفاني بيقدر يكشفها وبيهجم عليها، فبتتخلص منه يانج. وبعدها بتشتبك هي وباركر مع باقي افراد الحرس، وبيقدر باركر ان هو يخلص على كل حراس مولفاني ويقبض عليه، وبيخرج بيه بره المنتجع. فبيتحرك بيلي بالعربية علشان يقابل باركر، لكن فجأة بيحصل اختراق امني للنظام الاتصال الخاص بالفريق، وبيسمعوا صوت بنت مجهولة بتقول لهم ان هم بوظوا حفلتها، فبتبلغ ستون فريقها ان هم مخترقين، وبتطلب منهم يلجأوا للخطة البديلة واللي هي انهم يتحركوا على مكان الهروب من غير ما يتم اي اتصال بينهم. وفي اللحظة دي بتظهر قدام ستون البنت المجهولة وبتشاور لها بالكاس اللي في ايديها، وبعدها بتختفي. وبيروح باركر على التلفريك وبيركبه هو ومولفاني، لكن يانج بتكتشف ان في مجموعة من رجالة مولفاني موجودين عند مكان هبوط التلفريك، فبتبلغ زمايلها ان هم لازم يروحوا على هناك بسرعة علشان يساعدوا باركر. لكن هم رايحين ناحية العربية ستون بتاعها على الارض، وبتقول لهم ان هي اتصابت في رجليها ومش هتقدر تكمل، فبتطلب منها يانج ان هي تستناهم في المنتجع وهم هيرجعوا ياخدوها. وبعد ما يانج وبيلي بيمشوا بيبان ان ستون سليمه وما فيهاش اصابه، وبتستخدم جهاز اتصال سري خاص بيها، وبتتكلم مع شخص اسمه جاك. وبنعرف هنا ان ستون بتشتغل مع منظمه سريه لحفظ السلام اسمها تشارتر، وبيكون جاك موجود في مقر المنظمه دي، وبيستخدم تقنيه متطوره جدا جدا من الذكاء الاصطناعي، وبتكون التقنيه دي عباره عن كمبيوتر متطور جدا، وبيكون عنده القدره على اختراق وتتبع اي شيء موجود على كوكب الارض، وبيطلق عليه اسم برنامج القلب. فبتطلب ستون من جاك ان هو يديها الاحتمالات الخاصة بالموقف اللي هي فيه، فبيقول لها ان برنامج القلب بيدي توقع كبير جدا ان يانج وبيلي مش هيقدروا يوصلوا لباركر في الوقت المناسب، وده معناه ان باركر هيموت وملفاني هيهرب. فبتطلب منه ستون ان هو يوفر لها مظلة علشان تستخدمها وتروح بيها للناحية التانية من الجبل وتقدر ساعتها تنقذ باركر. فبيستخدم جاك تقنية برنامج القلب وبيوجهها ناحية 2 من هواة القفز بالمظلات، وبيكونوا موجودين جنب المكان اللي هي فيه. فبتجري ستون ناحيتهم وبتقدر تاخد واحدة من المظلات بتاعتهم وبتنط بيها من فوق الجبل وبتطير في الهواء، وبيحدد لها جاك مسارها اللي هتوصل بيه للناحية التانية من الجبل. فبتوجه ستون المظلة ناحية الاتجاه اللي بيبلغها بيه جاك، لكن المظلة بتاعتها بتتعلق في كابل من كابلات الكهرباء اللي موجودة على الجبل، فبتستخدم ستون السكينة بتاعتها وبتتخلص من المظلة، وبتمسك في الأجزاء الباقية من حبل المظلة وبتنزلق بيها من على الكابل. فبيقول لها جاك إن في مجموعة متسابقين على الدراجات البخارية هيظهروا قدامها، وبيطلب منها تنزل على الارض في مكان قريب منهم وتستولى على دراجة بخارية منهم وتكمل بيها الطريق. فبتنفذ ستون كلام جاك وبتنزل قدام واحد من المتسابقين وبتاخد منه الدراجة بتاعته، وبتكمل ستون في طريقها لمكان غرفة التلفريك. وجوه عربية التلفريك بيهجم مولفاني على باركر في محاولة منه ان هو ينقذ نفسه، لكن باركر بيكون قوي جدا وبيقدر يسيطر على مولفاني. وفي نفس اللحظة دي بيكون في قناص من رجالة مولفاني بيصوب ببندقيته على باركر، وبيكون على وشك ان هو يقتله، لكن ستون بتوصل للمكان وبتهجم عليه وبتوقعه على الارض. وبعدها ستون بتستخدم مهارتها في اطلاق النار وبتقدر ان هي تقتل كل رجاله مولفاني. وبعدها بيطلب منها جاك ان هي تخفي الجثث وتهرب بسرعه قبل ما بيلي ويانج يوصلوا للمكان، وده علشان محدش فيهم يكشف هويتها الحقيقيه ويعرف ان هي بتشتغل مع منظمه تشارتر. وبعد دقايق بيوصل باركر ومولفاني بعربيه التلفريك، وبيخرج باركر منها وبيلاقي بيلي ويانج قدامه بالعربيه، وبتنزل يانج من العربيه وبتكون مستغربه من اختفاء رجاله مولفاني. وبيروح بيلي وبيساعد باركر علشان ياخدوا مولفاني معاهم في العربيه، لكنهم بيتفاجئوا ان مولفاني بلع قرص من ماده السيانيد السامه وانتحر. وتاني يوم بتكون ستون وفريقها في مكتب المخابرات البريطانيه في لندن، وبيكونوا قاعدين قدام مدير الجهاز، وبيكون متضايق بسبب فشلهم في القبض على مولفاني، وبيعرفهم ان في جهه مجهوله اخترقت انظمه التشفير العسكريه البريطانيه، وبيكلفهم بمهمه البحث عن الجهه دي والتعامل معاها. فبتقول له ستون ان هي شاكه ان اللي ورا كل
كل ده هي البنت اللي شافتها في إيطاليا، فبيأكد مدير الجهاز على كلامها وبيقولها ان هم بيحاولوا يتعقبوها لكنهم ما قدروش يوصلوا لأي معلومة عنها لحد دلوقتي. وبيجي الليل وبتكون ستون في الكافيه مع زمايلها في الفريق، وبيقول بيلي لزمايله ان هو شكك ان البنت المجهولة بتشتغل مع منظمة تشارتر، وبيعرفهم ان منظمة تشارتر بتتكون من عملاء مخابرات سابقين من كل مكان في العالم، وانهم على مستوى عالي جدا من التدريب، وما لهمش اي انتماء وطني او سياسي لاي جهة معينة، وان الهدف الرئيسي للمنظمة هو الحفاظ على السلام في العالم كله، وده بيتم من خلال حل المشاكل الامنية اللي بتواجهها الدول. علشان كده المنظمة بتزرع عملاء ليها في مختلف اجهزة المخابرات حول العالم، ومن خلال العملاء دول بيتم مساعدة الدول بشكل غير مباشر علشان يحلوا المشكلات الامنية اللي بيتعرضوا ليها. لكن محدش من زمايله بيكون مقتنع بوجود المنظمة دي. وتاني يوم ستون بتروح لمقر منظمة تشارتر، وهناك بتقابل جاك زميلها والنوماد مديرة المنظمة، وبتسألهم ستون عن البنت المجهولة اللي هي شافتها في ايطاليا، فبيقول لها جاك ان برنامج القلب جمع ليهم كل المعلومات عنها، وبيقول لها ان البنت دي اسمها كيا وعندها 22 سنة، وان هي اتربت على ايد خبير برمجيات محترف جدا، واثبتت كيا كفاءة وذكاء غير عادي في مجال البرمجة، لكنها اختلطت بمجموعة من المجرمين وبعدها اسست المنتجع السياحي في ايطاليا علشان تستدرج مولفاني، وده لان مولفاني كان عنده معلومات كتيرة عن برنامج القلب. وبرنامج القلب ده هو الخاص بمنظمة تشارتر، وكان بيسعى ان هو يوصله ويسيطر عليه، وان كيا كانت عاوزة تعرف منه المعلومات اللي يعرفها عن برنامج القلب علشان هي عايزة توصل لبرنامج القلب. وبتقول نوماد ان كيا موجودة حاليا في لشبونة في البرتغال، وده لان هي هتفتح مالها ليلي جديد هناك. وبتعرف ستون من نوماد ان منظمتهم منظمة تشارتر سربت المعلومات دي للمخابرات البريطانية، وبتقول لها ان النهاردة بالليل هيجي لها اتصال من حد من فريقها في المخابرات البريطانية وهيبلغوها بمهمتهم في لشبونة. وفعلا بالليل بيجي اتصال لستون علشان تجهز نفسها وتروح للشبونة تاني يوم. وتاني يوم بتكون ستون مع فريقها في مكان سري في لشبونة، وبيكونوا كلهم بيجهزوا نفسهم لحضور الحفلة اللي عاملها كيا، وفجأة بتترمي قنبلة دخان وبتنفجر في المكان، وبيقع باركر على الارض وبيغمى عليه، وبعدها بيهجم عليهم مجموعة من المرتزقة المسلحين، فبتستخبى ستون وبتتصل بجاك وبتطلب منه يساعدها، فبيقول لها تروح ناحية الشباك وتنط منه بسرعة، فبتنفذ ستون كلام جاك وبتنط من الشباك، وبعدها جاك بيوصف لها الطريق اللي هي هتهرب منه، لكن ستون بتقرر ان هي ترجع للبيت علشان تنقذ فريقها. وفي الوقت ده بيكون بيلي ويانج في معركة عنيفة جدا مع المرتزقة، وبيكونوا على وشك الموت لان المرتزقة عددهم كبير جدا، وفجأة بتظهر ستون في المكان وبتشتبك مع المرتزقة، وبيتفاجئ بيلي ويانج بالمهارة القتالية العالية لستون، وده لان هي بتخلص على المرتزقة في ثواني معدودة، وبعدها بيفوق باركر وبتاخدهم ستون وبتهرب بيهم من المكان بسرعة، وده لانها بتتوقع ان في اعداد كتير من المرتزقة دول هتهجم عليهم. وبعدها بيركبوا العربية بسرعة وبتسوقها ستون بمهارة جديدة جدا، وبتقدر ان هي تتخلص من كل عربيات المرتزقة اللي بيطاردوهم، وبعدها بيروحوا على مكان بعيد وبتخلصوا من العربية، وهناك كلهم بيطلبوا من ستون تفسير للي بيحصل، فبتقول لهم ان هي بتشتغل لحساب منظمة تشارتر، وان هدفهم كلهم واحد وهو محاربة الشر اللي في العالم. ولكن فجأة باركر بيطلع مسدسه وبيقتل بيلي ويانج، وبعدها بيوجه مسدسه ناحية ستون، وبيقول لها ان هو كان بيدور عليها من زمان، وده لانه بيجمع معلومات عن منظمة تشارتر من سنين، وعارف ان منظمة تشارتر زرعت عميل ليها داخل المخابرات البريطانية، وان هو دلوقتي عارف مين العميل ده. وبتعرف ستون من باركر ان كيا بتشتغل لحسابه، وان هو عارف كل المعلومات عن برنامج القلب من مولفاني لما كان معاه في التلفريك، وهو اللي خلى مولفاني يبلع قرص السيانيد السام غصب عنه علشان يبان ان هو انتحر، ده غير ان المرتزقة اللي هجموا عليهم ويبقوا من رجالته، فبتهجم عليه ستون علشان تقتله، لكن باركر بيعورها بالخنجر بتاعه. وبعدها ستون بتسيطر عليه لكنها بتتفاجئ ان ايديها بتترعش، وبيحصل لها خلل في جهازها العصبي، فبيقول لها باركر ان نصل الخنجر كان عليه سم بيسبب شلل نصفي، وبيحقنها بجهاز تتبع معين، وبيعرفها ان هي هتكون الوسيلة اللي هيخترق بيها منظمة تشارتر. وبعدها ستون بتدخل في حالة من اللاوعي، وبتشوف رجالة منظمة تشارتر وهم بينقلوها لمقر المنظمة، وهناك بيبتدي تأثير السم يختفي بالتدريج من جسمها، وفي نفس الوقت بيكتشف جاك ان نظامهم الامني بيتعرض للاختراق، وبيقول جاك لنوماد ان الاختراق بيحصل من داخل المكان. وفي نفس اللحظة دي ستون بتستجمع قوتها وبتقدر تطلع من جسمها جهاز الاختراق اللي حقنها بيه باركر وبتدمره، فبعدها على طول بتقف عملية اختراق النظام. ونوماد بتسأل جاك اذا كان المخترق قدر يوصل لمكان المشغل الرئيسي لبرنامج القلب، فبيطمنها جاك وبيعرفها ان المخترق ما
قدرش يوصل للمكان اللي موجود فيه برنامج القلب، وبنعرف ان المشغل الرئيسي لبرنامج القلب موجود في منطاد على ارتفاع الاف الكيلومترات فوق سطح الارض، وان هو بيلف حوالين الكرة الارضية بانتظام، وهو موجود حاليا فوق منطقة معينة في غرب افريقيا. وبعدها نومات بتقعد مع ستون وبتحملها كل مسؤولية اللي حصل، وده لان ستون خلفت تعليمات برنامج القلب ورفضت ان هي تهرب ورجعت علشان تنقذ افراد المخابرات البريطانية. وبتعرف ستون ان المنظمة استغنت عن خدماتها في الوقت الحالي، فبتنصدم من القرار وبتمشي من المكان وهي حزينة. وبعدها بترجع ستون للبيت وبتفتح الكمبيوتر وبتفضل تبحث عن كيا لحد ما بتقدر تحدد موقعها. وبتتصدم ستون لما بتعرف ان كيا موجودة حاليا في غرب افريقيا، وده معناه ان هي وباركر قدروا يحددوا مكان برنامج القلب وقدروا يعرفوا المكوك موجود فين بالظبط. وبيجي الليل ونومات بتروح تقابل مؤسسين المنظمة، وبتعرف منهم ان باركر بيسعى للانتقام من المنظمة، وده لان من سنين فاتت باركر كان بيشتغل لحساب المخابرات البريطانية في الشيشان، وكانت مهمته هي تسليم الاسلحة لقوات المقاومة هناك. لكن في يوم اتعمل له فخ هو وفريقه من قوات المرتزقة، ووصلت معلومات للمخابرات البريطانية ان فريقهم تم اعدامه. فوقتها مؤسسين المنظمة عرفوا بالخبر ده، فقرروا انهم يضربوا الموقع بطائرة مسيرة، وده علشان يضمنوا ان الاسلحة اللي هناك هتتدمر ومش هتقع في ايد القوات اللي هاجمتهم. لكنهم معرفوش ان باركر وقتها كان لسه عايش، وان هو بسبب الانفجار حصلت له اصابات جامدة جدا، ده غير زمايله اللي ماتوا هناك. وطبعا اعتقد ساعتها ان منظمة تشارتر حاولت تختاله. وفي نفس الوقت ده بتكون ستون موجودة مع طيار زميلها من منظمة تشارتر، وبتقنعه ان هو يوصلها بطيارته لغرب افريقيا، وده علشان تلحق باركر وكيا وتمنعهم من الوصول للمكوك الموجود فيه مشغل برنامج القلب. وبعد شوية وقت بيظهر باركر وكيا في طيارة هليكوبتر، وبينزلوا منها فوق سطح المكوك. وبتقدر كيا ان هي تفك شفرة باب المكوك وبتفتحه، وبتدخل هي وباركر جواه، وبيبدأوا يدوروا على مكان المشغل الرئيسي. وفي اللحظة دي جاك بيكتشف الاختراق اللي بيتعرض ليه المكوك، وبيقول لنوماد ان كل أنظمة الأمن الخاصة بالمكوك معطلة وهو مش عارف يعيد تشغيلها، لكنه بيشوف في شاشات المراقبة جسم غريب بيطير ناحية المكوك. هو بيعرف ان الجسم ده يبقى ستون، وبيشوفها وهي بتنزل على سطح المكوك. وجوه المكوك بيكتشف باركر وجود ستون. هو بيمسك مسدسه وبيكون عاوز يضربها بالنار، لكن كيا بتمنعه في اخر لحظة، وبتعرفه ان المكوك مليان بغاز النيتروجين، وان هو لو استخدم المسدس وضرب منه المكوك هينفجر. وفي اللحظة دي ستون بتفتح باب المكوك وبتنط جواه، وبيهجم عليها باركر وبيوقعها من فوق الواح الطاقة، لكن المظلة بتاعتها بتتعلق في واحد من الالواح وبتمنعها من السقوط. وفي الوقت ده بتوصل كيا لمكان المشغل الرئيسي لبرنامج القلب، وبتقدر تستولى عليه. وبتروح لباركر وبتقول له ان قدامهم 60 ثانيه قبل الانفجار. فبيقول باركر لستون ان موتها اصبح امر اكيد ومفيش مفر منه، وبيسيبها وبيمشي. وبعدها بيوصل هو وكيا لسطح المكوك، وبتكون الطياره الهليكوبتر مستنياهم، فبيمسكوا في الحبل اللي نازل من الطياره وبيبداوا في التسلق. وفي اللحظه دي ستون بتتخلص من المظله وبتخرج بسرعه من المكوك، وبتجري ناحيه الطياره الهليكوبتر في نفس اللحظه اللي بينفجر فيها المكوك. وبتطير ستون في الجو وبتمسك في حبل الطياره الهليكوبتر، وبتمسك ستون في كيا وبتستخدم السكينه بتاعتها وبتقطع الحبل، وبتقع هي وكيا من الارتفاع العالي ده. وبتفتح ستون المظله بتاعت كيا وبيهبطوا بيها على الارض. وبتفوق ستون بتلاقي كيا موجهه السلاح ناحيتها، وبتامرها ان هي تكون دليل ليها في الصحراء وتوديها للمدينه، ولكن ستون بتقدر تاخد منها المسدس بسهوله. وبتسالها عن مكان المشغل الرئيسي لبرنامج القلب، فبتقول لها ان هو مع باركر، لكن شفره التشغيل الخاصه بيه معاها هي، وان باركر ما يقدرش يشغل برنامج القلب من غيرها. ولكن كيا بتقول لستون ان هي مش مجرمه، لكنها عاوزه تستولى على البرنامج علشان تفضح كل المجرمين والفاسدين اللي في العالم، وتخلي الناس كلها تعرفهم على حقيقتهم، وده كله بسبب ان ابو وام كيا تعرضوا للاستغلال من خلال مستثمر كبير في مجال الادويه، وان هو استغل فقرهم واداهم فلوس وعمل عليهم تجارب ادت لموتهم. ومن وقتها وقررت كيا ان هي تنتقم من كل المجرمين اللي بالشكل ده. وبعدها بيشوفهم من بعيد عربيه جايه ناحيتهم بسرعه كبيره، وبتوصل العربيه وبتكون اللي سايقاها واحده من سكان قريه قريبه من المكان، وبتقول لهم ان هي شافتهم من بعيد وحست ان هم تايهين، وبتطلب منهم يركبوا معاها العربيه علشان توصلهم للقريه. واثناء ما هما ماشيين في طريقهم ستون بتحط جهاز تتبع في ملابس كيا من غير ما هي تحس، واول ما بيوصلوا للقريه بيتم اطلاق النار على ستون من المرتزقه، لكن ستون بتهرب منهم بسرعه وبتنط في البحر. وبتفضل ستون
بتكون تعوم في البحر لحد ما بتوصل للشط، وبتيجي مرات الطيار زميلها وبتاخدها بالطيارة وبتهرب بيها من المكان. وفي الطيارة نومات بتتصل بستون وبتقولها ان هم عرفوا من خلال جهاز التعقب اللي هي زرعته في ملابس كيا ان هي وباركر موجودين في مقر جامعة من جامعات ايسلندا، وبتعرفها ان في فريق مسلح برئاسة واحد من المؤسسين لمنظمة تشارتر هيسبقها على ايسلندا، وبتطلب منها ان هي تروح على هناك باسرع ما يمكن. وفي الوقت ده بيكون باركر مع كيا في المختبر وبيشغلوا برنامج القلب وبينبهروا من كمية المعلومات اللي بيعرضها البرنامج. واول حاجة بيعملها باركر هي انه بيستخدم برنامج القلب علشان يوصل لمكان منظمة تشارتر، وبعد ما بيحدد مكانهم بيقرر ان هو يقتل كل افراد المنظمة. وفي مقر المنظمة بيتفاجئ جاك ونوماد ان كل الاتصالات بتتقطع عنهم، ده غير ان نظام التهوية بيتعطل والاكسجين بيبدأ ينقص من المكان، وما بيكونش قدامهم غير ساعة واحدة بس وبعدها الاكسجين هيخلص وكلهم هيموتوا. وفي المختبر كيا بتكون مصدومة من اللي بيعمله باركر وبتفهم ان هو كان بيخدعها طول الفترة دي. وفي نفس الوقت بتوصل ستول لايسلندا وبتنزل من الطيارة وبتركب موتوسيكل وبتروح على مقر الجامعة واللي موجود فيها كيا وباركر، وبيوصل فريق منظمة تشارتر لمقر الجامعة وبينزل الجنود من العربيات وبيقتحموا المبنى. وفي الوقت ده بتتصل كيا بستون وبتعرفها ان هي وباركر مش موجودين في مقر الجامعة اصلا، وان هم اكتشفوا وجود جهاز التعقب اللي هي حطته لها وقرروا يعملوا لهم فخ. وبتطلب منها ان هي تحذر قوات المنظمة وتمنعهم من دخول المبنى، وبتقول لها ان هي بتعمل كده علشان اكتشفت نوايا باركر الشريرة، وبتقول لها ان هي عملت قفل احتياطي لبرنامج القلب علشان تمنع باركر من استخدامه، وعلشان كيا تخلي ستون تصدقها وتثق فيها بتبعت لها احداثيات المكان اللي هم فيه، وبتعرفها ان هي هتفتح لها الباب الخلفي علشان تدخل منه. فبتقتنع ستون بكلام كيا، ولما بتوصل لمقر الجامعة بتروح على عربية المراقبة وبتكلم القائد والقوات وبتطلب منه يخرج من المكان بسرعة، لكن الوقت بيكون فات وباركر بيفجر المبنى. وفي المختبر باركر بيكتشف ان كيا اختفت بعد ما عطلت برنامج القلب، فبيتعصب جدا وبيدور عليها في كل مكان. وفي مقر منظمة تشارتر بتكون الاتصالات كلها مقطوعة، وبتستخدم نومات شفرة معينة لخط التليفون الارضي وبتتصل بقائد القوات الموجود في ايسلندا، لكنها بتتفاجئ ان ستون هي اللي بترد عليها وبتعرفها باللي حصل. فبتتصدم نومات لما بتعرف خبر موت قواتها، وبتقول لستون ان هم محبوسين في مقر المنظمة هم كمان، وفضل حوالي 50 دقيقة والاكسجين هيخلص من المكان وهيموتوا كلهم. فبتطمنها ستون وبتعرفها ان هي هتنقذها، وبتركب ستون الموتوسيكل وبتروح على عنوان المختبر اللي كيا بعتت لها احداثياته، لكنها بتتفاجئ ان في واحد من رجال باركر بيطاردها. فبتستغل ستون وجود شاحنه كبيره على الطريق وبتعمل حركه ذكيه جدا وبتقدر تتخلص من الشخص اللي بيطاردها، وبعدها بتركب ستون العربيه وبتكمل في طريقها للمختبر. وهناك بيكون باركر قدر يقبض على كيا وبيعذبها علشان تعيد تشغيل برنامج القلب من تاني، ولكن فجاه بتظهر ستون في المكان، لكن باركر بيحط المسدس على راس كيا وبيطلب من ستون ان هي ترمي سلاحها والا هيقتل كيا. فبتنفذ ستون كلامه وبترمي سلاحها على الارض، وبعدها كيا بتتحرك بسرعه وبتفلت من باركر. وفي نفس اللحظه دي بتهجم ستون على باركر وبتدخل معاه في معركه شرسه جدا، وبيقدر باركر ان هو يسيطر على ستون وبيخنقها وبيكون عاوز يموتها، لكن كيا بترمي المسدس لستون فبتمسك ستون المسدس وبتقتل باركر. وفي الوقت ده بيكون افراد منظمة تشارتر بيفقدوا وعيهم بسبب نقص الاكسجين، وفجأة نظام التهوية بيرجع يشتغل من تاني، وبتتصل ستون بنوماد علشان تطمن عليها وعلى كل افراد المنظمة. فبتفهم نوماد ان ستون قدرت تسترد برنامج القلب تاني، وبتطمنها ان كل افراد المنظمة بخير وبتشكرها على اللي هي عملته. وبعد 4 اسابيع بتكون كيا في السجن الخاص بمنظمة تشارتر، وبتزورها ستون بتقول لها ان هي رجعت تشتغل مع المنظمة تاني، وبتعرفها ان هي رشحتها للعمل في المنظمة معاهم. وبعد كام يوم بتكون ستون في مهمة جديدة، وبتكون في عربية المراقبة مع فريقها الجديد واللي بيتكون من جاك وكيا، وبيخلص الفيلم. ما تنساش تقول لنا رأيك في الفيلم ده في التعليقات، وممكن تقترح علينا افلام ومسلسلات نلخصها في التعليقات، وما تنساش تعمل فولو لقناة وصفحة عبد عاطف علشان تتابع الملخصات الكوميدية، ويلا سلام.